ترى بعوض من رمي الجمرات للمرأة الكبيرة أو حتى ما كبيرة، يعني النساء منها مشوار الجمرات مرات بيكون ايوه، هو قرابة 3 كيلو كما جاء ماشي في حديث 3 كيلو. جابر او اثر جابر رضي الله تعالى عنه، كنا نعم نرمي عن النساء والصبية النساء والصبية، نعم فما في حرج انه الانسان الشيخ الكبير المرأة العجوز اي انسان يعني يعوق المشي والوصول، نعم واحد ممكن عشان كراعه ما بيقدر يتحمل، في امرأة عشان حامل، في انسان ما بيمشي الا بالكرسي والكرسي نعم ممنوع، بيمنعوا الكراسي في الجمرات نعم عشان صحيح. الزحام وكده، فدول كلهم ينيبوا يوكلوا لو ما غيره. عنده حاجة، لكن المشوار طويل يا شيخ، يعني اي ثلاثة برضو كيلو اذا ماشي كان ثلاثة اي كيلو اذا كان جاي قد صعب، تكون بعدين مش الرجعه كمان بقى صعبه لانه بقى صحيح الاتجاه واحد مسار بعيد. مرات تصل لحد اخر مين عشان تجي راجع لمخيمك القريب من الجمرات. فان شاء الله تعالى الحرج مرفوع يعني باذن الله تعالى. طيب شيخنا الكريم، ممكن ازول الجمرات دي يلمها كلها في يوم واحد يرميها ويمشي؟ لازم امشي كل في يوم؟ الاخير والله عند الحنابلة نعم، لكن والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أذن عليه وسلم. للرعاة إنه يرموا آخر يوم كده، أو لكن من شدد أول فيها، المقدم لا ولا لا لا المؤخر؟ مؤخر مؤخر، لكن شدد نعم. فيها مالك رحمه الله تعالى إنه لازم تكون الجمرات في يوم، وإذا آخر عليه معناه دم. الكلام للسوداني ما في طريقة. فهو الأولى إنه الإنسان يخرج من أي خلاف، آه. إنه يمشي عشان ذاته، هما ما عنده شغل هناك، ما عنده اي شغله، ما يعني حتى في قول المشوار ده الرسول صلى الله عليه وسلم صلاصة. ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله وذكر، قالوا ذكر الجمرات. عجيب اي سبحان ما الله. ربنا قال ليذكروا اسم الله في ايام ايام نعم واذكروا الله في ايام ايام معدودات، معدودات. نعم معدودات ايام التشريق قولا واحدا، اذكر الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا يسمع 11 عليه. نعم و12 فلا يثم عليه، ومن تاخر 13 فلا يثم عليه لمن اتقى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الطواف بالبيت والصلاه خلف المقام والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله. ذكر الله سبحانه نعم. وتعالى. فهون ساك ما عنده شغله عشان كده يمشي يرمي ويجي راجع، لكن المريض الكرعين وما بتساعده انه يصل نعم. ده يرمى عنه يعني. طيب.